النعجة والنسران. أولا أكتشف لماذا يتصارع النسران. يتصارع النسران من أجل النعجة والحمل. ماذا تقول النعجة؟ تقول النعجة: ما أغرب صراع هذان النسران. ثالثا أغني معجمي، أبحث في النص عن أضداد الكلمات. تفرق ضدها تلاقيا، شبع ضدها جائعة. ألاحظ وأتمم من النص: هبط هبوطا، تقاتل تقاتلا، هروبا هرب، تأملا تأمل، قولا قال، عيشا عاش. رابعا أفهم لماذا يحوم النسر فوق الحمل. يحوم النسر فوق الحمل لاقتناسه. يحوم النسر حول الحمل لاقتناسه. لماذا تقاتل النسران؟ تقاتل النسران من أجل النعجة وصغيرها. تقاتل النسران من أجل الحمل والنعجة. ماذا قالت النعجة لصغيرها؟ قالت النعجة لصغيرها: تأمل يا ولدي، ما أغرب قتال هذين الطائرين، أوليس من العار عليهما أن يتقاتلا وهذا الفضاء الواسع كاف لهما ليعيشا في سلام؟ قالت لصغيرها: ما أغرب قتال هذين الطائرين. ما الذي أنقذ النعجة وصغيرها؟ أنقذ النعجة وصغيرها تقاتل النسرين وفطنة النعجة لمكيدتهما. أنقذ النعجة وصغيرها تقاتل النسرين وفطنة النعجة لمكيدتهما. فيما يتسبب الجشع؟ يتسبب الجشع في العراك والاقتتال. يتسبب الجشع في العراك والاقتتال. السثمر أصل بسهم بين الحيوان وصغيره: النعجة، الحمل، الفرس، المهر، الأتان، الجحش. أشطب السهم الخطأ. تقاتل النسران من أجلي، النعجة والحمل. أشطب السهم الثاني.